باربي فيت تشالنج، يعني ما زال الحديث عن فيلم باربي قائم، وتحدي أقدام باربي المستوحى من أحد مشاهد فيلم باربي يجتاح مواقع التواصل. ما راح نخلص. يتمثل هذا المشهد بإعادة تجسيد المشهد حيث تخلع باربي جلكم الله حذاءها ذي الكعب العالي وتقف على أطراف أصابعها بينما يظل كعبها في الهواء. أطباء من حول العالم حذروا من شأن المخاطر المحتملة والمرتبطة بهذا التحدي الذي قد يؤدي إلى التواء وإصابات في الأربطة ومشاكل حتى في العضلات والعمود الفقري، كما يؤثر على النمو الطبيعي للقدم خاصة لدى الفتيات الأصغر سنا اللواتي ما زلنا في طور النمو.